واحد من المحافظين لبغداد اشترى سيارة ب$2 مليون، شنو شغلها؟ بس توصل زوجته من المطار للبيت، للكرادة، للجادرية، أو للعطيفية. استاذ استاذ غالب، استاذ غالب، هاي مرت هذا مرت المحافظ، مو انا اللي مقير. تشيش المحافظ شوية، 2 مليون قليل عليها. أقول لك أنا 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 اللي بقلبي أقول الطبقة السياسية من 2003 لغاية اليوم، ما أنا كنت أعمل في الكادر المتقدم في هيئة النزاهة، عندها بلاوي وملفات هائلة والله، لو اطلعت عليها أو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة. ويعني بس يا أستاذ نجيم، فقط في العقارات التي منحت للطبقة السياسية العليا وليس الموظفين، يعني وزير مدير عام فعلا، والله تقدر ب $400 مليار أمريكي. وأعيد لك هذا الرقم يا شعب العراقي، وعبر برنامج قناة التغيير ومع أستاذ نجم، أكثر من $400 مليار أعطيت مجانا وهباتا للمسؤولين والأحزاب السياسية في العراق، من أفضل القطع في العراق ومن أفضل القصور. هذه ألا تحسب؟ خليني أختم وياك هذا المحور، خليني أختم وياك هذا المحور، وأنتم الاثنان ضيوف أعزاء تكادوا أن تكونوا متفقين تماما أن الفساد يشمل الجميع. يا هل يصلح؟ طبعا نعم. من اللي يصلح؟ ما يصلح إذا كانت الطبقة السياسية كما تقولون أنتم الاثنان أن الكل قد اشترك بالفساد، بالتالي يا هل ممكن أن يصلح؟ تؤمنون فيما إذا لو انطلق مشروعا إصلاحيا من داخل القوى السياسية سيلتف حوله المواطنون أم لا؟ هذا سؤالي. شوف شوف شوف، التغيير من خارج المنظومة صعب جدا، لأن سيجهض وسيحاسب المواطن كما فعلوا في تشرين. التغيير من داخل المؤسسة، وتكلم لك علم هنا، التغيير من داخل المؤسسة هو أنجع، بما أنه أكو هيئة إصلاحية في جهة سياسية لندعمها، ولو أن هذا الإصلاح وهذه الأغلبية من الإطار أيضا سندعمها، ليس قناعتنا بجهة ولكن قناعتنا بالرؤية، رؤية تتفق مع الأغلبية حتى نحاسب الجهة الفاشلة. ولو أن الأغلبية توفرت للمحور الآخر يقينا لن نتردد في دعمه.